أولا عندي أدوات قياس الطول اللي هي linear measurement. أول شيء عندي في الأدوات قياس الطول المسطرة قياس المدرجة، هي زي المسطرة العادية بس تكون بمواصفات خاصة إنك أنت تشتغل بها بالورشة العمل، تستعمل عادة في إجراء قياسات عادية قطع مشهورة وفي نقل الأبعاد من الرسومات والتصاميم لإقامة التشغيل والقطع المصنع. تصنع طبعا من الصلب الذي لا يسطع على حسب البيئة الموجود فيها داخل الورشة بعدة أطوال مختلفة 150 إلى 300 لغاية 1000 مليمتر. عندي الدقة متاحة من 0.5 مليمتر وأحيانا 1 مليمتر. فأحيانا يجيك سؤال يقول لك في سحب غلط أو أخطر بالقوس، تقدر أنت عارف دقة في القياس بتاع المسطرة المدرجة. تستعمل عادة في إجراء القياسات العادية القطع المشهورة بنقل الأبعاد، يمكن أخذ القياس بالمسطرة مباشرة بقاعة البعد المشهور بتدريج المسطرة، أو يمكن أخذ القياس بطريقة غير مباشرة باستخدام البراجل اللي هو الفجار قياس داخلية أو خارجية، ثم نقل هذه القيمة لمسطرة قياس المدرجة. بعض المساطر تحتوي على درجين مختلفين، أحدهما بالبوصة اللي هو بالإنش، ومن الناحية الأخرى تحتوي عليه بالمليمتر. فأنا عندي ناحية طبعا عندي نظامين في الإنش، النظام العالمي اللي هو المدارج اللي هو بالمليمتر أو السنتيمتر أو المتر، والنظام الإنجليزي اللي هو يكون بالإنش زي ما هو موضح عندك في الصورة. كيف يتم قراءة القياس من المسطرة الحديدية؟ نتعرف هنا دقة قياس المسطرة تكون 1 ملم أو نصف ملم زي ما قلنا، واحد أجزاء البوصة في حالة المسطرة البريطانية اللي هو النظام الإنجليزي 8 إلى 1/16. نوازي الحافة الأولى للبعد المراد قياسه مع سفر المسطرة. يعني هي باختصار شديد عملية القياس بالمسطرة المدرجة تم كيف ما أنت تقيس بالمتر العادي اللي نحن نتعرف عليه، بحيث أن أنت السفر متاعك يكون بداية قياس الموازي لنقطة البداية وتأخذ القراءة اللي أنت حتتم القياس بها. نقرأ قيمة القياس قيمة القياس على المسطرة والتي يكون موازي الحافة الثانية. بعد يجب أن نراعي دائما أن يكون نظرنا عموديا على القياس، لأن يعني القراءة من زاوية غير عمودية يسبب خطأ قياس يسمى خطأ الزاوية اللي هو بالبر يرو. يعني لازم يكون النظر متاعك يكون عمودي على المسطرة المدرجة لتكون القراءة متاعك واضحة جدا منك وتكون القراءة دقيقة، لأن يعني مرات يكون فيها جزء من الملي، فلما تكون الرؤية غير محددة أو غير عمودية فتكون عملية القياس فيها نسبة خطأ. أمثلة على قياس المسطرة، طبعا المسطرة مدرجة بتدريج صحيح وتدريج المليمتر. فمثلا عندي نقطة A، كم القراءة متاعها تكون؟ هي عبارة عن أول شيء عن العشرة، بعدين مدرج عندي تقسيمات نص 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 لأن هو ذكر لك هنا نص مليمتر. فالقراءة الصحيحة اللي هي 10 وبعدين عندي نص وبعدها 1 وبعدها نص وبعدها 2، فهذه القراءة دي مثل لي 12 مليمتر اللي هي القراءة A. نفس الشيء قراءة B 20 نص 21 نص 22، قراءة النقطة B 22. عندي القراءة C 30 ونص 31 ونص 31 ونص مليمتر. قراءة D نفس الشيء هتكون 40 ملم ونص. تاني أداة من أدوات قياس الطول اللي هي المسطرة الخطافية، هي كان المسطرة العادية ولكن تفرق عنها بأنها مزودة بخطاف ثابت جهة اطرافها لتحديد نقاط السمنت، زي ما هو مثلا في المتر العادي تلقى في بداية القياس في بداية المتر تلقى فيه زي الالتواء الحديدي عشان تثبت به القراءة بتاعك وعملية القياس بتاعك تكون من الصفر. الأداة الثالثة اللي هي براجل القياس والفرجار، وأداة تستخدم قياس المسافة بين سطحين جانبيين متقابلين متناغين. خصوصا يكون يمكن القول بأن البرجر عبارة عن فرجار برؤوس متجهة للداخل أو للخارج بحسب أنت هتقوم به في عملية القياس. قياس أطوال الأجزاء التي يمكن قياسها بأدوات أخرى كالقطر الأكبر والجزء المستدير، كما تستعمل قاعة أطوال بعضها. يتم لمسة نهايتي ذراعي البرجر طرفية قطعة العمل، ثم ينقل بعد المسطرة لقراءته زي ما عندك في الصورة. عملية قياس بالفرجار لما تكون تقيس تجويف داخلي أو تقيس تجويف استدارة خارجي، ففي النوع الأول هي ضبط البرجر على التجويف تقيس به
هذه، وبعدين تنقله للمسطرة المدرجة عشان تعرف القيمة اللي انت خذيتها عشان تعرف البعد المطلوب عندك. نفس الشيء ضبط البرجة على القطر الخارجي عشان تقيس به مثلا القطر الخارجي، وتشيله للمسطرة المدرجة وتتم عملية القياس بهذه الصورة. يمكن تعديل المسافة بين هاتين الذراعي الفشار بحيث تناسب بعد مطلوب قياسها، وذلك إما بواسطة صامولة تحرك عمود لولبي ونابض، أو يتم المحافظة على البعد بين الذراعين بفعل الاحتكاك عند يعني الفرجار اللي عندي دائما فيه زي الصامولة تتحكم في الفتحة اللي أنت هتقيس بيها، سواء كان قياس البعد الداخلي أو خارجي. نظرا أن الفرجار تستعمل نقل أبعاد إلى أدوات أخرى، فإن الكرامة تحصل إذا تكون دقيقة بالمقارنة مع تكلفة أخرى مباشرة من، يعني عملية نقل الأبعاد القياسات اللي أنت هتاخذها بواسطة الفرجار مش هتكون دقيقة، لأنك أثناء النقل ممكن يتحرك الفرجار لأنك أنت مش مثبته كويس، فتكون القراءة متاعك غير